مسائل الرياضيات التي تحمل طابعاً تحليلياً بالأخص تشكل أزمة وعقدة عند بعض الطلاب بالمراحل الدراسية، لأنها مسائل صعبة جداً وتحتاج لفهم عميق لنظريات متشابكة كمشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة. أنا لست ماهراً بالتأكيد في هذا النوع من العلوم، إلا أنني حاولت البحث عن حل لتلك المسألة أو المعضلة الرياضية الكبرى، فوجدت أن علماء الرياضيات العظماء لم يتمكنوا من حلها منذ عام 1949، أي من بعد الحرب العالمية الثانية بأربع سنوات، وهم يحاولون حلها وفشلوا جميعهم على مدى 75 عاما، حتى جاء فريق بحثي عربي أردني ليتمكن من حل أشهر وأعقد لغز حير العلماء في الرياضيات بحسب موقع رؤية الذي نشر الخبر. الفريق البحثي الأردني في الرياضيات تمكن من حل مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة ببرهان نظرية من ثلاث صفحات بعد جهد بدأوه منذ عام 2021، وسبقته جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ عام 2015. الفريق الأردني الذي قدم حلاً لتلك المسألة التي تتحدث عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي، وهذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلاً على فضاءات هيلبرت بحسب النظرية، وهي بالمناسبة مسألة تعود للعالم الهنغاري نيومن من نهايات أربعينيات القرن الماضي. الفريق الأردني تكون من البروفيسور في قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة الأردنية رشدي خليل، والدكتورين مأمون أبو حمد ووسيم الشنطي من ذات الجامعة، والدكتور عبد الرحمن يوسف من قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في الشارقة.